ومن الألفاظ الواردة عند بعض المثقفين أنه ينسب أحكام الشرع إلى أنه فكر إسلامي. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه عبارة أتتنا من غير المسلمين، لأنه لا يجوز أن ينسب أو أن يوصف الدين بأنه فكر، لأن الأفكار قابلة للرد وقابلة للأخذ، فلا يجوز أن يقال عن الدين فكر إسلامي. لكن لو وصف المسلم بأنه مفكر إسلامي لا بأس بذلك، لأن الرجل المسلم يوصف بأنه مفكر، أما الدين فلا.